التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق المجتمعات والعمرانية أمس للويس شقوير كبير مستشاري البنك الدولي، وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون مع البنك الدولي في قطاع الإسكان والتمويل الذي حصلت عليه الدولة بنحو 500 مليون دولار وما وصلت إليه التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي. وأعرب مدبولي عن تطلعه لزيادة التعاون مع البنك الدولي في مجال الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة ودراسة الحصول على تمويل إضافي بنحو 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين، هذا إلى جانب الاستفادة من خبرات البنك فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي. من جانبه أشاد مسؤول البنك الدولي بما حققته التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي من نجاح، مؤكدا استثمار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك وجمهورية مصر العربية.